صباح الخير عن جديد. دائما بتطلع افكار جديده بعالم الهاند ميد، وبدورنا اكيد نحن بنحب نضوي عليهم لنعطيكم افكار سواء لتتعلموها اذا بالكم طويل والكم مراق، او لحتى تكون اقتراح لهديه تقدموها لاشخاص غاليين على قلوبكم. اليوم رح نتعرف نحن وياكم على الكثير من القطع المميزه يلي رح نشتغلهم بخيط المكرميه مع ضيفتنا خبيره الاعمال اليدويه آلاء نوادر يلي صارت معنا. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. صباح النور. شكرا كثير لك يا رشيد، يسعد صباحك آلاء. اهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. عم نحكي عن خيط المكرميه يلي ممكن نحن بنشوفه بقصص ثانيه، بس نحن اليوم شايفين معك شغلات كثير مميزه. خبرينا اكثر عن هذا الخيط وشو استخداماته ولنبلش نستعرض قطعه قطعه. تمام. هلا هو خيط المكرميه هو خيط قطن، اللون الاساسي فيه هو اللون الابيض. اذا بدنا نشتغل الوان ثانيه فنحن بدنا نروح على فكره انه بدنا ناخذ اللون ونصبغه لحتى نشتغل فيه. ممكن نعمل فيه كثير شغلات. اول شيء يعني زينه للبيت او للديكور، شيء للحيط جداري، ممكن مرايا، ممكن حبال زينه، بورتوكلي، طيب حقائب. طيب شو استخداماته قبل نحن ما نشوفه دخل ضمن الهاند ميد او عم نشوفه قصص بتخصنا يعني؟ ايه تمام. هلا هو كانوا يستخدموا يعني اول شيء استخداماته هي كانت للبرادي، للستائر يستخدموه اوقات للحبال اللي بتعطي المنظر الديكور للستائر، او ممكن يستخدموه بالالبسه بالزنانير وهيك يعني. بعدين بلشت بقى تطورت يعني استخداماته وبلشوا يعني ابتكروا منه شغلات كثير حلوه. مثل هلا مثلا هون هلا احنا شفنا انت كمان ابتكرتي منه شغلات كثير حلوه يعني ووظفتيه بشغل ممكن يفيد كثير من اللي عم يحضرونا. هلا شو عم نشوف هذا اللي الخيط الموجود بايدي شو بنقدر نسميه؟ هلا هي فاصله هي فاصله للكتاب. تمام. أوكي. يعني انا عم بقرا كتاب وصلت لمكان معين مش عم واضيع وانسى الصفحه اللي وصلت لها، بحط لها اياها فاصله. طبعا احنا جايبين معنا الكتاب اذا حبينا هي الفاصله. طبعا انت داخله اللون البني واللون الابيض. تماما. طيب كيف اخذنا البني؟ انت عم تقولي لي ممكن نشوفه ابيض. ايه هلا انا البني انا اخذت الخيط وانا يعني بعدته على المصبغه وبالمصبغه صبغ بعطيه درجه اللون اللي انا بدي اياه وبيصبغ لي اياه وبيطلع لي نفس الدرجه. احمر، اصفر، اخضر، أي لون. بني اي لون ثاني؟ اي لون ثاني. هلا والشيء الحلو كمان بالخيط هاد انه في له سماكتين، يعني في عندي الرفيع هلا مثل الفاصله انا شاغلتها بالرفيع، خط خيط رفيع، بخيط رفيع، وفي عندي الخيط العريض يلي ممكن مثلا يعني حسب القطعه انا بقى بتحكم اي سماكه خيط بدي اشتغلها. نحن عاملين اليوم اطار لمرايه، اطار مرايه. تمام. وانا شغلته بالخيط العريض. هلا هي اوقات بتجي مثلا ممكن تكون مع مرايه وممكن يكون بس اطار فقط من دون مرايه، ممكن تحطي معه ورد كتعليقه للباب، باب البيت او باب يعني تعليقه بغرفه القعده، بس مو بالضروره انه يكون مرايه. تمام. وممكن تتعلق وممكن هذا الخيط السميك. هذا الخيط السميك. طيب آلاء قديش اكلت معك وقت؟ هلا يعني ممكن عم يحضرنا انه حابب انه يبلش فيها، بس الوقت هلا الوقت بيتراوح يعني مثل هيك قطعه تقريبا اخذت اربع ساعات. اربع ساعات بس. في عنا هون تعليقه بتتعلق تماما، ممكن اوقات ست البيت بتاخذها لتحط فيها الريموت كنترول مثلا هون، او ممكن اوقات بياخذوها بحطوها بزاويه التخت للموبايل للنظاره، يعني ممكن كان يحطوا فيها مصاحف ايام. تماما. اي او التاب اوقات عم يحطوا، يعني هي صارت استخداماتها كثير كثيره. هي تقريبا اخذت سبع ساعات شغل. سبع ساعات طبعا شغل وعلى الواقف. وعلى الواقف. وهي خيط رفيع. هي خيط رفيع. تماما. ممكن الخيط السميك اسهل بالشغل ولا هلا لا؟ الخيط السميك اسهل بالشغل لانه بيرمي بشكل اكثر، يعني بيعطيكي حجم اكبر واسرع بتاخذي الشكل. هون بتاكل معنا هون بتاخذ وقت لانه بايدنا ولا بالسناره او شيء؟ لا، كل شيء خيط هون شاغلته مكرميه كله هذا الخيط بالايد فقط مو بالسناره، هي عباره عن جدلات وعقد بالايد. طيب انت كيف عم تختاري؟ على اي اساس نحن عم نختار نوع الضفره او الموديل او ما بعرف شو بيقولوا لها الجدله اللي انت ممكن عم تعمليها ضمن هذا الخيط؟ تمام. هلا بالنت كثير في غرز كثير واسعه. أوكي. تمام. انا بختار الرسمه اللي بدي اياها، وقت بشوف الرسمه انا هون بحدد، بس لشوف الرسمه انا بحدد نوع القطبه اللي انا حاستخدمها. اذا انتبهنا هون فوق هي كلياتها مثلثات. مثلثات هيك وهيك. اوكي مثل خلينا نقول معين. تماما. هلا هون نزلت بقى بعقده مربعه، كل عقده ساويت تحت عقده لوصلت للطول يلي انا بدي اياه، بعدين ربطت الخيطان لحتى تكون مسكره من تحت. اوكي.
تماما. يعني انه لحتى انا اعمل الشكل مثل ما قلتي لازم يكون بعرف غرزات معينه لحتى تماماً. اعطي الشكل اللي انا بدي اياه. مثل هذا كمان ممكن نعتبره اطار. هلا هي هلا كثير بلشوا ينزلوا بقى زينه جاي رمضان وبلشوا ينزلوا بزينه رمضان، فهون عملت نجمه ممكن تاخذها ست البيت تعلقها بالبيت اثناء الزينه للشهر الكريم يعني. أوكي. وفي عندنا هون الهلال تماما. اي هذا كمان حلو تعليقه للزينه. وبنفس الوقت حبيت الخيط انا اذا توسخ عندي بقدر اغسله ويرجع مثل كله المعنى. بقدر امسحه هو امسحه ولا اغسله؟ امسحه. اوكي. لانه هو خيط، هو خيط المكرميه هو خيط قطن، فاي شيء قطن ممكن يعني تماما تماما وسهل تنظيفه يعني. ممكن بمحرمه معطره، ممكن بقطعه قماشه يعني، كله تمام بيمشي الحال. هلا رح نشوف هدول، هدول بروشات للتياب. هلا عندنا البومه والقلب طبعا. هي هي الممكن الدبوش تبع البروش، وهي كمان بروش ياخذون ممكن يحطوهم على الكنزات السادة او مثلا جاكيت الجينز. كثير بتطلع هذا اللون، كثير عم يطلع حلو مع الجينز. اوكي. وهي هي ممكن تاخذها الصبيه، ممكن بورتوكلي، وممكن تاخذها تعلقها على الشنطه. أوكي. من برا يعني هيك كثير حلوه ومميزه. شو رح نشتغل اليوم ونعلم يلي عم يحضرونا اللي حابين يفوتوا فيها؟ هلا ابسط شيء واكثر شيء ما بياخذ معنا وقت هو القطع الصغيره مثل البورتوكلي مثلا، فهي أوكي. ما بتاخذ كثير وقت. تمام. هلا اول شيء انا نحن جبنا القطع الحديديه. القطع الحديديه انا بجيبها وبعلق عليها ثلاث خيوط بس، الخيط بدي اتنيه على طرفين بس يعني ثلاثة؟ مزدوج. اي تمام بس ثلاثه هن. أوكي. بس هو واحد اثنين ثلاثه تماما. هلا طبعا احنا معلقينهم هون قدامنا بس لحتى نشوف على الكاميرا كيف رح تشتغلي. اوكي تمام. انا هلا معلقتهم على القطعه الحديد. اوكي. هن انا بعد ما تنيتهم فصاروا مو ثلاث خيوط، صاروا ست خيوط. اول شيء بدي اقسمهم بالنص، بحط كل ثلاثه بطرف وبدي بلش اقعد باخذ الخيط يلي بالنص وبنربط وبربط. هي كل خيط بربطه مرتين ليعطيني هذا الشكل. برجع باخذ الخيط الثاني. هلا انا صراحه انتهت. ها اخذت الاثنين الثالث بعد مين مع تمام. مين حطيته؟ هلا انا اخذت الخيط الثالث طبعا لانه الاء يعني اخذ ايده يلا بسرعه. اوكي بس كمان لازم نعرف. اوكي ايه. هلا انا اخذت الخيط الثالث وجبته على طرف. تمام. بقي عندي خيطين هون بالجنب، اول اثنين. انا هون بدي لف الخيط، اخذ الخيط ولفه حطه فوق الثالث وبدي اربط فوق. عملنا عقده. عملت اول عقده. برجع نفس الشيء باخذ الخيط وفوته من تحته وبعمل العقده الثانيه. هلا هلا هدول خلصت منهم هي الجهه. هلا بدي اروح على الجهه الثانيه كمان نفس العمليه، باخذ الخيط هاد مشان يكون في تنازل. تماما. طيب واذا خربطت بقدر فكه ارجع بكل سهوله بقدر فكه اذا خربطت. برجع بلف الخيط ومنعقد. كمان بعقد اول عقده، كل خيط لازم اعقده مرتين. وهي الثانيه نرجع نروح على الخيط الثاني. هلا اول هذا كمان الخيط اللي على الطرف يلي على الطرف هذا كمان بلفه وفوته من تحت الخيط الثالث يلي قسمته بالنص. اوكي. برجع بقعد، هي عقده يعني عاديه. تماما. هلا بدي نزل الخيوط كلياتهم لتحت. اول شيء بدي قيمه يلي على الطرف. الطرف بدي قيمه. بقي عندي بالنص اربعه. تمام. بدي هلا لف الخيط هذا وحطه من فوق هدول الاثنين. وهذا الخيط البقيان بدي نزله وفوته من هون. هلا هون انا عم بعمل عقده مربعه. هلا بيحتاجوا كثير دقه يكون فعلا الواحد بيعرف تماما. اي لحتى يعرف اذا عم يعمل مثل ما قلتي مثلث تمام او مربع. هلا نحن بنعمل مربع. هلا نحن عم نعمل المربع. أوكي. برجع بلف الخيط نفسه، بحطه فوق الخيطين وباخذ هذا الخيط لتحت وفوته من هون وبسحب كمان العقده المربعه. هي عباره عن حركتين، الحركه الاولى اللي سويناها وهلا هي الحركه الثانيه. أوكي. تمام. هلا برجع بدي نزل الخيوط كلهم لتحت يلي انا اشتغلت فيهم. هلا الشغل يلي انا ساويته هون بدي ارجع كرره لتحت هيك بحيث يطلع عندي معين. اوكي. باخذ اول خيط وبحطه هيك
فوق الخيوط يعني وبلف كمان منشان شكل عقدة. اوكي. مثل ما قلنا كمان هي الغرزة يعني عقدتين تنتين. برجع هذا الخيط كمان باخده. ما بتشرطي احيانا الاء وانت عم تشتغلي بتروحي بتشكي بترجعي بتعيدي؟ بلا. بس الحلو فيه انه الفك سهل فك. يعني ايه مو انه صعب. بس تمام. ما بنفك من الاول، بنفك محل ما شردنا. اوكي تمام. هلا انا ساويت اول جزء هدول الثلاثة، رح ننتقل للطرف الثاني ونشتغل نفس الطريقة. رح اخذ اول خيط اوكي وبدي احطه هون ولف هذا عليه لشكل عقدة. كمان نفس الشيء. هي الخيط الثاني اللي ما لفيته هلا حلفه. هلا طيب هلا خلينا نقول نحن اشتغلنا لضيق الوقت، طبعا نحن رح نعملها مثل هي. تمام مثل هي حيطلع عنا الشكل طيب. نفسه ذاته لضيق الوقت طبعا نحن عملنا قسم معين، بس خلينا للزائوه بس عملناه هون هدول نفرجي تمام اللي جهزناه هون. طيب هلا لنفرض انه انا كملت معي بدي اختمها بدي اسكرها كيف؟ تمام. اول شيء هلا عندي هي وش القطعه اوكي بدي الخلف يكون لعندي لاختمها. بدي اجيب خيط ماله مش يعني خيط قاطع خيط بدي تماما اختم فيه بدي اعمله بهذا الشكل وحطه هون وبدي لف القطع بدي لفه على القطعه لفتين تمام واربط. هلا باخذ هي اللي لفيتها بدي اخذها ودخلها هون بالفراغ اللي ساويته، متى بس دخلتها بدي اسحب الخيط اللي تركته فوق بدي اسحبه لفوق تمام هي هيك. هذا بقصه وهدول بقصهم على الطول اللي انا بدي طبعا تمام. هذا الخلف اللي نحن هلا شديناه طبعا اللي طلع معنا هاد ممكن نستغني عنه بنقصه وبنحط هيك بطرفه للزاقه وبتطلع بشكل نهائي وهدول ممكن نقصهم وجهزهم مثل ما انا بحب. لا ما بدنا نقصهم بدنا نخليك تكملي لنا اياهم. شكرا كثير لك يا الاء يعطيك الف عافيه. الله يعافيك فعلا يعني لكم. شغل كثير حلو ومتقن وخيط يعني فعلا مميز لحتى يعطي هي القطعه المميزه. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. شكرا لك. شكرا كثير لك. رجع عندك يا مشلين. شكرا لك نور يعطيكم العافيه.